فارس ممكن بعد إذنك تعدل قعدتك؟ بعد إذنك تفضل نور معنا يا عدل وقفتك يا حبيبي تعال آه فارس السيد الله يجعلك من الثلاثة صيل الشهراني نورنا حياك الله. طبعا يهنوا وهو ما يدري التهنئة هذه جاية ليش؟ عشان من الأوائل ولا من الأقل درجات؟ أحمد الحبشي كيف حالك؟ طيب الحمد لله. أنا من يوم ما جربت طعم الرمادي وذقته لن أتخلى عنه. عجبك جدا والله جدا. طيب قل لي عبد الرزاق الفرج إن حتى الآن ما اخترنا الثالث، ممكن نختاره بعد شوي إن شاء الله. قل والله رزاق الفرج تعال بيك. ايوه خلاص راحت توصلي. ايوه وصلت. حياك الله. مساء الخير شباب. تعال هنا لا تصف معه ما لك شغل. روح الفارس وقف جنب الله ليهينك. حلو تكي معنا. الرابع الحصالة مع زياد الشهري الأقل درجات الأكثر درجات والمنطقة الرمادية. تبي الدرع؟ لا قبل ما أقول اسمك ما تبي الدرع؟ ما راح استخدم حتى لو طلعت هنا؟ حتى لو طلعت أنا ما قررت إلا لأني يمكن أطلع فما راح استخدم. شيرتاحون الشباب. طيب علي الكلثمي حياك الله تعال. يكفيل يا علي. الآن لو علي الكلثمي قال أبي الدرع نقول له ما في أمل لأنه أعطانا علم أكيد وقال ما أبي. خسر علي الكلثمي لا شك. فرصة الحصالة خسر فرصة بس نكسب أخويا كله. الله يسعدك يا حبيبي. والله مين؟ ما تطلع افقع راسك. شخص جديد شكله. علي برويه حمد سعود فالح يزيد احمد الحبشي سلطان القحطاني سامع المانع فيصل العبدلي. نشوف الجمهور ايش كتب. تفضل يا تعرفين انا ليش اقول كذا؟ ليش؟ ما ابغى اغلط. اعلان النتائج الغلط فيه كارثه. والله. فاذا ما قالوا لي في اذني ما في امل اعلن لو اذن الفجر. مره. علي. بالله بالله شيل 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 من شيل من علي. شيل من علي منو ذا؟ في غيره؟ في غيره؟ فالح. ارحب وليد. خلي حمد يجي. حمد روح روح يا رب كملها معانا يا رب يا رب. باقي ثلاثة لا باقي اثنين وليد تكفى يا وليد. تحب الرمادية يا فالح؟ اي لاف يو احب الرمادية انا. يزيد معهم ولا يزيد راح تكفى مع الرماديين باذن الله هنا من الاوائل ان شاء الله. احمد تقعد ولا تطلع؟ انا رمادي. رمادي علي بالرويه باقي اثنين. يا الله ما ودي افوت الستيج وقوفا من بجوالك وجوال القامه الاعلاميه لكن افضل ان يكون مع احمد الحبشي لاني احبه. سلطان قحطاني يعني ما تبيني يعني ها تروح فوق. انا حصان انت. انا عن نفسي محصن ولكني حزين والله لاني مريت بشعور غريب جدا جدا واتمنى ما حد يغادر. صدق تذكرت ان في واحد بغادر بكره ما يطلع قبل كنت ناسي والله. انا سامع المانع ايش بك يا اخي انا ما ادري كيف اوصل لك الخبر يعني تمام يعني
بعض الأحيان وأنت تناظر في عين واحد ودك تلتفت للمكان الثاني وتقول تعال يا يزيد الصغير. الله الله يبارك فيك. أنا أقول أنا الأول إن شاء الله. أنا الأول. لا محاولة. إبراهيمات. باقي واحد. آخر واحد والبقاء للمنطقة الرمادية. عبد الرزاق. يا رب. الأوائل ولا ال الأوائل للناس الحلوة هذيل. أما أنا فارس. والله أبو ليان معليش دقيقة. أبو ليان التقرير جاني صادم صراحة. التقرير أصيل. والله الأول ومرضى بغير الأول. كفو أبو علي. حمد. لا أبو رزيق أول. لا لا قلت كنت يعني. يزيد. سم. الأول ولا الأخير؟ لا الأخير إن شاء الله. الحق ينقال أنا والله ما تقديم بحالي الكلثمي الخروج إن شاء الله أوف بإذن الله. حقه يتوقع آخر واحد حينورنا وبعدها حنختم وبكرة الشباب اللي موجودين هنا حيكونوا مع زيادة الشهري في الحصالة نقول حياك الله المرة هذه يا جماعة عيننا حتروح لهذه المنطقة تبغى اروح حزام اروح حزام كينج البرايمات ما لها داعي نسوي برايم بدون فالح برايم بدون فالح ما ينفع والله ما لها داعي فالح ما لها طعم فالح فالح اقعد في مكانك الله اكبر ليش قمت والله دام قمت انت جميل. لا لا تكفوليت والله دام قمت انك تجي استغفر استغفر بس كفارة تعال والله انا سك كفارة انا اقول لك اقعد ليش تقوم حماس طب تعال هنا والله قال بس كفى قال اسمي فالح الأخير المنظم أني مرتاح للمجموعة الذهبية اللي حتكون غدا إن شاء الله في الحصالة مع زيادة الشهري وأنا أشوفكم على خير والفقرات مستمرة إن شاء الله والبث مستمر والتصويت للجمهور الرابط موجود الرابط موجود للتصويت ما عدا استثنى من من؟ أربعة تنافس بكرة لا في استثناء في التصويت؟ لا واحد لماذا؟ ليش؟ لا لازم احد يوضح لي شفت شلون يسوون قرارات وراء فالح انت مش داخل في التصويت التصويت للبقيه يلا يا جمهور شدوا حيلكم وانا اشوفكم ان شاء الله في عقبه